تقول امرأة قالت لزوجها وهي أثناء ذلك يقول لا تريد أن تعود إلي، أنا مثل أختي، ثم عادت إلي، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل عليها إثم في قولها هذا؟ إذا ظهرت امرأة لزوجها فالصحيح إذا قال أهل العلم عليها كفارة من 19 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صامت 3 أيام. جزاكم الله خيرا.